بس يا اخي اعطوني هاي يعني راح خلصوا يجوكم بس خلاص ما راح اطلع نحن في زيارة ميدانية للساحل الأيسر بالتحديد منطقة القوسيات لتقديم المساعدات الغذائية عن طريق وزارة الهجرة والمهاجرين للنازحين ساحل أيمن في منطقة القوسيات والاطلاع على احتياجاتهم وإمكانية توفيرها. كان معي في زيارة الخلف الحديدي عضو مجلس المحافظة الدين والتقي اليوم الأهالي وسجلنا بعض الملاحظات حقيقة تحتاج متابعة مستمرة لهذه المناطق باعتبار أن الساحل الأيسر اليوم يعتبر هو مركز استقبال النازحين. أكثر من 30,000 نازح وصل إلى الساحل الأيسر من الساحل الأيمن وأيضا من مناطق أخرى، ولذلك يجب أن يكون هناك تواجد لإمكانية تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية لهذه المناطق، باعتبار أن أيضا الساحل الأيسر منطقة محررة حديثا يحتاج إلى توفير مفردات البطاقة التموينية من وزارة التجارة حاضرة ووزارة النفط حاضرة والوزارات الأخرى حتى تعود الحياة إلى هذه المنطقة، وممكن أن تبقى هذه المنطقة مركز استقبال النازحين نوعا ما تعتبر أفضل من المخيمات، باعتبار أن هناك بعض الخدمات تتوفر شيئا في هذا الساحل الأيسر وفي هذه المناطق. بعد وصول أعداد كبيرة جدا من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر واستضافة العوائل الكريمة في الجانب الأيسر لهذه العوائل رغم الظروف المعاشية الصعبة التي تعاني منها أهلنا في الأيسر، بادرت اليوم وزارة الهجرة وبرفقة السيد الأستاذ زايد الخاتوني لتفقد هذه العوائل وإيصال المساعدات الإغاثية لهم، فضلا عن إن شاء الله مبادرة فتح مكتب لوزارة الهجرة في الجانب الأيسر في منطقة الزهور تمهيدا لتسجيل هذه العوائل وأيضا للتنسيق لوصول المساعدات لهذه العوائل بعد إحصاء عددها بشكل كامل بشكل يومي ومستمر. ستستمر إن شاء الله هذه المساعدات لحين تحرير الجانب الأيمن وعودة أهلنا النازحين إلى أماكنهم بإذن الله سالمين. أهلكم في مجاعة، أهلكم حفاة يأتون من الساحل الأيمن، وأهلكم في أمس الحاجة إلى من يذود، إلى من يحمل الغيرة، إلى من يحمل العواطف المساعدة لأهلكم. لذلك أملنا في كل من حمل الراية وأصبح مسؤولا عن هذا الشعب أن يقف اليوم وقفة رجل بطل غيور ساند لأهله. نشكر الأستاذ زاهد الخاتوني على المساعدات الذي جابوها لجماعة الجانب الأيمن والأستاذ خلف الحديدي على هذه المساعدات، نشكرهم جزيل الشكر وما قصروا معنا وجزاهم الله خير. وهذا المساعدات احنا محتاجينها حيل يعني الجانب الأيمن، لأن جينا بوضع مأساوي، جينا يعني حتى الملابس اللي علينا من العالم، فنطلب من المسؤولين مجلس المحافظة والمحافظة ومجلس النواب أن يهتمون بالمهجرين اللي جايين من جانب الأيمن في الساحل الأيسر، لأن يعني احنا ما رحنا على المخيمات، جينا على الساحل الأيسر.